اليوم اجتماعنا هنا بخصوص الرياضيين في مدينة الرقة وريفها. الشعوب اللي ما كانت سمعانة بنموذج الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا بهذا الغزو وهاي المقاومة اللي أبدتها من جانبنا سمعت فيها. اليوم اجتماع موسع لرياضيين الرقة والمدينة والريف، وناقشت الوضع السياسي وشرح الوضع السياسي في شمال وشرق سوريا، والوضع التنظيمي لجنة الشباب والرياضة ومشاكل الرياضيين الموجودة بالرقة. حاليا احنا نطرح الأسئلة على كافة الرياضيين الموجودين لتوضيح لهم الوضع السياسي في شمال وشرق سوريا، توضيح الأمور التدخلات التركية على شمال وشرق سوريا.